النهارده هنتكلم في حاجه مهمه قوي الحقيقه، بس احنا بنتكلم فيه باستمرار. يعني احنا على طول بنتكلم او بنعمل هذا الاختبار في العينين بتوعنا. اكتر اختبار بيتعمل على الاطلاق بيسموه جور فيجوال اكيوتي. احنا بس الاول هنبتدي في الفيجوال اكيوتي في الاطفال الصغيرين، لان دي برضو حته احنا ما بنلعبش فيها كتير. ايه الليميتيشن او الليميت اوف ريزولوشن اوف ريزولفنج باور بتاعت العين؟ الترم limit of resolution and resolving power refer to the smallest angle separation between two points. عشان تشوفهم two points which allow the formation of two discriminable images by the optical system. يعني عايز اقول لك ان بالبساطة شديدة ان ده نوع من انواع discrimination، انك تحس two points as two points not as one point. اذا two points شفتهم one point يبقى resolving power بتاعتك ضعيف، اذا شفتهم two points يبقى have a good resolving power. طب كل ما المسافة بين two objects دول تبقى صغيرة وانت تشوفهم two objects يبقى انت you have a good resolving power. طبعا دي factors كتيرة بقى بتتحكم فينا في الحتة دي. اولا من ضمن factors كان factor اللي ايه الديفراكشن. لو قلنا الديفراكشن ان الضوء لما بيخش ما بيبقاش لينير، بيتحول الى ويفز زي ما انت شايف كده، و84% او 80 و84% كانت في السنتر، وبعدين 8 وبعدين 3% وبعدين اللي احنا سميناها الاريز ايه؟ الاريز رينج والاريز باترن دي. طيب the limit of resolution is reached when the two aris disk are separated so that the center of one fall on the first dark ring of the other. يعني او بمعنى تانية اللي اسمها رايلي كرايتيريا، احنا هناخدها دلوقتي في الفيجوال اكيوتي، ان البيك بتاعت واحده فيهم الاريز رينج دي البيك لازم تنزل على الفيرست تراف، خدت بالك في الثاني واحده في الويف اللي جنبها. يعني بص اهو لازم البيك هنا دي تبقى على التراف دي، ما هو دي اسمها البيك واللي تحت اسمها الايه؟ التراف. فلازم البيك تبقى على التراف، تمام؟ هنا تقدر تشوف الاثنين التو بوينتس از تو بوينتس. اذا وصلت للمرحله دي انك انت في السبريد فانكشن دي وصلت ان البيك بتاعت وان ويف تبقى واقع على الترف بتاعت الويف الثانيه، هنا تقدر تشوفهم اثنين. التست تملي بقى بتاعت الفيجوال اكيورتي هتعمل تشيك على الريزولفنج باور بتاعت العين. ان يانج تشايلد تيست ابروبريت تو ذا ايج اند ديفلوبمنت اوف ذا تشايلد ماست بي سيلكتد. يعني كل سن بقى هيبقى فيه selection للتيست اللي انت هتستخدمه. As soon as the child is old enough, test which respond to behavioral should be replaced by those requiring matching. يعني ايه؟ في الاطفال الصغيرين قوي هنستخدم حاجه اسمها الماتشنج. يعني ايه؟ اجيب له مثلا حاجه زي كده واحط له حاجه زيها قدامه واقول له اختار لي اللي زي دي، اختارها او اعمل صباعك كده، يعني صباعك كده، يعني صباعك كده، يعني صباعك كده، يبقى ده بيعمل حاجه اسمها ماتشنج. تمام؟ هو انا ما بقولوش حرف ايه ولا مفتوح فين ولا حاجه، انا بقول له جاست ماتش القصه دي. اول ما الطفل يبتدي مداركه توسع شويه عند خمس ست سنين تبتدي تقلبه على الاوتو تايبس اللي احنا بنشتغل بيها بقى العاديه. وده فعلا بيبتدي يديك اكيوريت ايه؟ جود فيجوال. بيبيز ار بيست اكزامند وين اليرت. لازم الطفل يبقى صاحي، ما تجيبش طفل بينام وتختبر لي الفيجوال اكيوريت فيه. نوت هانجري، يعني لا لازم ما يبقاش جعان، لازم يبقى واكل وراضع، واخد بالك ازاي، وفايق لنفسه عشان تقدر تقيسه الفيجوال اكيوتي. تمام؟ فيكسيشن ويز ايزر اي شود بي سنترال ستيدي اند مينتيند، اللي هي السي اس ام دي سنترال ستيدي اند ايه مينتيند. بص اهو شوف مركز مع الصوره ازاي، بتصور جميل ازاي. تمام؟ ده الفيكسيشن بتاعه الستيدي واكتف، ومش بيحصل له حول وعينه ما بتحصلهاش ديفيشن ولا شيفت ولا نستجمس ولا حاجه. تمام؟ ذا بيست تارجت لي از ا هيومن فيس. هو طبعا عايز اقول لك حاجه، لو في طفل لسه مولود مثلا وبعتوا لك قالوا لك تعالى شوف لنا الطفل ده كده اخباره ايه، البوتنشلز بتاعت النظر بتاعته اخباره ايه، لو لسه مولود خالص عندك تو ريفلكسز ممكن تشوف البلينكينج ريفلكس والبيبولير لايت ريفلكس، دول سب كورت تقدر تختبر بيهم في الاول. بعد فيو ويكس يعني في اول ثلاث اربع اسابيع تبتدي تشوف بقى القصص دي. تمام؟ البيست تارجت الطفل يقول لك ايه؟ از اف ذا تشايلد از كمبيوترايز تو لوك تو ذا هيومن فيس. يعني بص هو مركز مع الراجل اللي بيصوره، انما بص ساعد بقى الرضع والاكل والمصلحه، بص باصص لامه ازاي، شوف مركز معاه ازاي، لدرجه يقول لك ايه ذا تشايلد از كمبيوترايز تو لوك تو ذا هيومن فيس. يحب يبص على الهيومن فيس يعمل فيكسيشن في الاول. تمام؟ دي نمره واحد. الاول الطفل على فكره يعمل فيكسيشن بس ما يعملش فولو. يعني ايه؟ ماما تقول لك ايه ده الواد مش عارف، مش عنده ست اسابيع ولا سبع اسابيع، ما يعرفك ازاي؟ تقول لك لا 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 ده على طول ده بيبص لي من اول ما اطلع من المطبخ بيبص لي، عشان انت بتهيصي.
هي هتعمل له الرنعه وعمال يعيط وهي عايزه تسجده من بعيد. اه ماشي ماشي حبيب ماما الاكل جاي. فالولد ايه بيروح باصص ناحيه السوق، ايه الهيصه دي؟ وبعدين هو بيتبسط ويشجع لان عرف ان الهيصه دي بيبقى بعديها غيار واكل وروقان وبتاع. فبيبتدي يروح باصص ناحيه هو، انما اقول لها روحي له وانت ساكته مش هيبص لها خالص. هيبص لها طول ما هي بترضعه كده، اول ما تمشي من قدامه ما يتابعهاش لان هو ما بيقدرش يعمل ايه؟ فولو، لان فولو دي عايزه مور اكسترا بيراميدال ويبتدي يشتغل بطريقه ثانيه. تمام؟ اللي هو بقى انت عارف السكات، فاكرين السكات حركه الجامده وبعدين البيرسوت موفمنت اللي هي الفولو. تمام؟ البيرسوت موفمنت دي تبقى ديفلوب بعدين، السكات ديفلوب في الاول سهل. ولذلك انت حتى تلاقي الطفل ايه؟ بيعمل شوتنج، يعني بيعمل ايه؟ بيمرن عضلاته بشوتنج. بعد شويه يقدر يمسك الحاجه. يعني ما تجيبلوش حاجه مثلا اللعب اللي هي، انت عارفين في لعبه كده لذيذه عصافير وسمك بتقعد تلف حوالين السرير بتاعهم كده، تعلق على حرف السرير. دي ما يعرفش يلعب بيها الا في فتره معينه، لازم يبقى ديفلوب بالاكسترا بيراميدال. يبقى الاول الطفل كان فيكس ده هيومن فيس، دي نمره واحد. الطفل لو عينه بتشوف يرفض الاوكلوجن. بص بيتخانق ازاي، شوف هيقطع هدومه هيقطع ايد الراجل والقرفان من نفسه، عارف لو ما عرفش يخرج من المأزق ده بيروح ماشي براسه. خدت بالك؟ هو الطفل طبعا بيقعد مذهول من اللي بيحصل. انت بتطفي النور في الاوضه وتمسك التورش بتاعك قدامك كده وتنوره له، هو على فكره هيبص لوحده على الدور من غير صوت، ما حدش يعمل صوت. يعني انا اكره قوي ان الاقي النايب مثلا ماسك الطفل مش ماشي ليه يا ابني، في ايه؟ تنده له ليه؟ هو هيبص من غير حاجه. اذا كان عنده جود فيجن هيبص على النور بتاعك. تمام؟ ابتدي غطي له عين من عينتين. يرفض هذا. يبقى العين دي كويسه بتشوف. طيب سترونج preference or preference to the one eye indicate an adverse response to the occlusion of that eye. يعني زي ما بقول لك الطفل يرفض تماما ان هو يبقى تقفل له عينه اللي بيشوف بيها. طب افرض ان في عين عمل معاها الريسبونس ده والعين الثانيه لا، يبقى دي غالبا فيها حاجه، فيها مشكله، فيها بلوبيا مش شايفه. تمام؟ سكوينت بقى، وجود سكوينت او نستاجموس، خدت بالك؟ او الروبنجز اللي هو بيبحث كده طول النهار عمال يدور على حاجات، اند اي بوكينج all suggest poor visual acuity. الطفل اللي تلاقيه عمال يبص اوفر شوتنج كده وعينيه تروح في حتت غريبه الشكل كده بدون داعي، ده طفل عنده باد فيجن. تمام؟ دي ساينز للباد فيجن. الفيجوالي دايركتد ريتشنج ديفلوبس بتوين ذا 2 تو 5 مانث اوف ايج. يعني انه بقى شايف حاجه ويبقى عايز يروح لها، بقى يبتدي يمد ايده عليها عايز يروح لها. When the vision is poor, the movements are exploratory in nature. يعني ايه؟ يعني الطفل كانه بيحسس زي الاعمى مش شايف. هو بيروح ناحيتها وشايف خيالات كده بس تلاقيه رايح يحسس عليها مش رايح لها مباشره. تمام؟ Much can be deduced from watching babies playing. يعني سيب الطفل يلعب قدامك كده وشوف هو بيرسبوند ازاي، او اسال امه. لما بيبقى فيه لعب جنبه، لما بيبقى فيه حاجات ملونه جنبه بيمسكها بيمد ايده عليها، ولا ما فيش ما خدش باله منها ويكعبل فيها. خدت بالك ازاي؟ هتقول لك هي اهو بص picking up tiny objects. هو ريكوجنايز ان في حاجه هنا والموتور سيستم بتاعه بيبتدي يستخدمه انه يبيك ات اب. ممكن حتى احنا نعملها له ان احنا التايني اوبجكتس دي يبقى ليها مقاسات. نقدر نقيس بقى الفيجوال اكيوتي بتاعته. يعني احط له الاول مقاسات كبيره بلوكات زي المربعات الكبيره دي، وبعدين احط له عيال صغيره بكف ايدي بقى. بعد كده the ability of a child age 15 months or older to pick up tiny colored hundreds of thousand sweets اللي هي الحقنات الصغنططه دي suggests near visual acuity equivalent 26. يعني شوف عند 15 شهر وصل تقريبا ال visual acuity بتاعته لما يساوي 26 or better in the absence of a visual defect زي cataract or حواديت دي والتوس. However, good near visual acuity may develop in the presence of high myopia. ممكن الطفل يبقى high myopia وبيلعب كويس قوي لان ده بيلعب في حتت ايه؟ كلوز حواليه، هو ليه معسكر. عشان كده الميوبيا صعب انك انت تكتشفها في الاول. بعد كده بنشوف بقى حاجه ريسبونس اللي هو الكات فور درام اللي هو الاوتو كاينيتيك ايه؟ نستاجموس. انك تجيب له حاجه بتتحرك. الطفل بريفير تو لوك تو ا موفينج اوبجكت اذا كان شايفها. فلما نجيب له الدرام اللي هي الروتاتوري درام دي ونقول له بص عليها، هو بيبص على خط وخلاص ضاع منه يروح راجع ايه؟ واخد خط تاني، يعني بيعمل سكات عشان ياخد خط جديد وبعدين يعمل فولو اب ايه؟ بالبيرسوت موفمنت. فاكرين الحركتين دول؟ احنا قلنا السكات شوتنج وبعدين بالراحه، شوتنج وبالراحه، واخد بالك ازاي؟ يبقى دي سكات بيرسوت موفمنت، سكات بيرسوت موفمنت وهكذا.
بس الكلام ده عشان تعمله لازم تكون شايف الخطوط اللي بتلف دي، تمام؟ يبقى اذا كات فور درام كان ميجر فيجوال اكيوتي اهي زي ما انت شايف. السايز بقى بتاعها بيقول لك كورسبوندنج تو فيجوال اكيوتي رينجنج فروم 6 ل 2 60 وين فيود فروم 60 سنتيمتر. اهي بص الروتاتوري درام دي بتاعت الاوبتوكاينيتك نستاجموس، يو كان تشيك ذا فيجوال اكيوتي ان شايف. ليه؟ لان ليها مقاسات، الخطوط دي بيبقى ليها مقاسات. الريسبونس بتاعه هتعرف هو عمل ريسبونس مع المقاس الفلاني ما عملش ريسبونس مع المقاس التاني، تمام؟ ليها مقاسات هي زي ما انت شايف، وتشوف الريسبونس بتاعه. لازم الطفل وهو باصص لها يجي له ايه؟ نستاجموس، وتحركها له مره هوريزونتال يجي له هوريزونتال نستاجموس، ومره فيرتيكال يجي له فيرتيكال ايه؟ نستاجموس، تمام؟ بص ذا درام از ماسكت باي سكرين اكسبت فور ريكتانجلر ابيرتشر واكسبوجر. بص انا هوريها لك عامله ازاي اهي. ممكن تبقى درام فري كده في ايدك، وممكن النوع ده اللي هو بتبقى الدرام مستخبيه ورا الفتحه دي، يعني هو بيبص من خلال الفتحه دي بس. يوم يشوف دي بتلف اهي، بص يبقى شكلها عامل كده اهي، يعني تعمل له سكرين بس كده حته صغيره هنا يشوف بيها كده. ففي اجهزه بتبقى عامله كده سكرين اهو، السكرين ده خدت بالك ازاي؟ الفتحه دي بس اللي بيشوف فيها الخطوط. بريفرنشال لوكينج بقى ان الطفل يفضل، بريفرنشال يعني افضليه عنده، يفضل ان هو يشوف الموفينج اوبجكتس، تمام؟ وانه يحول عينه من حاجه ثابته لحاجه موفينج. دي اسمها البريفرنشال لوكينج. بص الاختبار بيتعمل اهو سكرين زي ما انت شايف كده، بس خلي بالك السكرين ده بيبقى فيه فتحة واحده هنا وواحده ثانيه هنا، تمام؟ وفي خرم صغير هنا، الدكتور قاعد ورا الخرم ده. دي انت عارف عامله، انت عارف العين السحريه بتاعت الباب بالبيت عندنا عامله زيها بالظبط، انت بتبص من وراها على عين الطفل. بص اهو شوف الطفل قاعد هنا اهو، اهو بيبص عليها، وادي ناحيه بتتحرك والثانيه ثابته، تمام؟ انت وبرده دي ليها مقاسات، دي ليها مقاسات، تمام؟ البريفرنشال لوكينج دي اهو، بص واحده هنا بتتحرك والثانيه بتبقى ثابته، وفي الخرم صغير الدكتور بص ورا. انا اوريك الليله ماشيه ازاي. بص اهو شفت الدكتور فين؟ عربوزه، بنعمل شغل عربوزات، تمام؟ قاعد ورا بتاع دي بيراقب الطفل. طبعا الطفل طول ما قاعد على رجل مامته ومطمئن، هو ده قاعد بتاع زي ما تقول على الكرسي بتاعك تحس ان دي قعدتك وانت مطمئن، هو قاعد على رجل مامته عارف ان دي مامته، فهي قاعد هادي جدا. يبتدي يبص بقى، نحرك له ناحيه فيها خطوط عريضه وبعدين ناحيه فيها خطوط ارض، هنثبت العريضه ونعمل ارض. نبص هل هيسيب دي ويبص على دي؟ لما يسيب دي ويبص على دي يبقى معناه ان هو شاف الجديده ولا لا؟ وهكذا لغايه ما نيجي في مره نلاقيه ما بينقلش عينه. دوم نعرف هو واقف عند رقم كام؟ برضه عندي فيجوال اكيوتي بتساوي هذه الارقام. دي بقى اسمها البريفرنشال ايه؟ بريفرنشال لوكينج، تمام؟ دي برضه من الحاجات المهمه. من الحاجات المهمه برضه ان الطفل بعد شويه نقدر نقيس له الفيجوال ايفوكد ريسبونس في بي اهو على التشيكر بورد زي ما انت شايف، اللي هي الصوره بتاعت التشيكر بورد دي، وبناخد الريسبونس بالاوكسيبتال كورتك زي ما قلناها في الفسيولوجي قبل كده، تمام؟ ايزر بلاك اند وايت سكويرز هافينج ريتنج او سكوير بورد باترن ويتش از باترن ريفرس، خدت بالك؟ ونشوف الفريكونس بتاعي. بعد كده هيبتدي الطفل يبص على حاجات زي الاوبتو تايبس بقى، بس في الاول الاوبتو تايبس ما بتبقاش حروف، بتبقى سيمبلز، خدت بالك؟ The identification of which correspond to certain level of the visual acuity. All tests employ black letters or pictures على white background. خدت بالك؟ On an opaque or retroilluminated white background in order to maximize the contrast. يعني انت هنا بتعمل له كونتراست 100%. ابيض واسود يبقى 100% كونتراست، تمام؟ يا اما اللوحه بتاعتنا بتبقى ورقه بيضاء وعليها علامات سوداء، او اليمينيتد مش بيبقى فيها لمض من جوه، بتبقى اليمينيتد برضه بالخلفيه البيضاء دي، هي دي ماكسيمم كونتراست. The requirement of each opto type test correspond to the literacy بتاعت الابيلتي بتاعت الطفل، هل الطفل فيربال ولا بري فيربال، لسه ما بينطقش، تمام؟ هل بينطق وبيعرف الحروف ولا ما بيعرفش الحروف لسه. Testing of young child required them to match. في الاول بنعمل لهم موضوع الماتشنج ده، خدت بالك؟ ذا اوتو تايب ليتر او السيمبل اللي موجود عنده في الكارت شون باي ذا اكزامينر هو 6 تو 3 متر، يعني من 3 ل 6 متر قدامه الدكتور بيقف ويوري له صوره او اللوحه او علامه، وهو بيبقى عنده زيها، عنده زيها قصاده في زيها، يقوم هو يشاور له على دي ويقول له وريها لي، يروح ماسكها من قدامه ويوريها له، تمام؟ في كذا نوع بقى من القصه دي، دي كذا نوع من القصه دي. الكلام ده بيستخدم في الاطفال من 18 ل 24 شهر، خدت بالك؟ يقدر يشوف البيكتشرز دي.
الكارز بيكتشر تيست دي بيكتشر فور اوبجكت ساتش اس كات او ترين او هاوس، اهي دي بنعمل له علامات كده زي كده اهو. بص الدكتور بيبقى في ايده البتاع دي، والطفل او الطفل بيبقى في ايده الكروت، وانت بتوري له صوره من دول على اللوحه بتاعتك اللي في ايدك، وبتقف على مسافه 3 ل 6 متر قدام. تمام، ده اسمه الكاي بيكتشر تيست او الكيس بيكتشر تيست، يوز بيكتشرز اوف اوبجكت ساتش اس كاتس ترين اند هاوس. بص اهي شوف هو بيبقى معاه الحاجات بتاعته اهي، وانت معاك الحاجات بتاعتك، وانت بتقف على من 3 ل 6 متر وتوريها. في نوع تاني الكارد دي، في كاردز دي اهي برضه اشكال مختلفه، طياره، مركب، سمكه، مش عارف ايه، برضه دي بتستخدم البيكتشرز. تمام، بعد كده بقى الستايل كير ليترز دي، انك بتجيب ليترز بقى حروف، بس ما بتقولوش ايه الحرف، بتقول له اعمل ايه؟ ماتشنج. تمام؟ الشرديان جاردين دي نفس القصه، والستايكير ده، كل دول بتبقى حروف، انت بتوري له حروف زي دي، بس انت مش عايز تقول لي يقول لك ده او وده ايه وده تي وده اكس، لا هو معاه زيها وهو بيوريها لك. بص اوري لك اهو، معاه الكروت في قصاده في ايده اهي، بص زي كده، انت بتوري له اللوحه وهو بيشاور لك عليها، اقول له حبيبي دي فين عندك هنا، هو بيروح باصص لها ويبص في الورقه اللي قدامه ويشاور لك عليها. تمام؟ اهي ده هاو تو تيست ذس اهو، بص هو بيشاور لك على الحرف في اللوحه اللي قصاده، هو مش مهم يقول لك ده يو ولا ايه، هو مش بيعمل ايدنتيفيكيشن ليه، هو بس بياخد شكله ويوريك الشكل ان هو ده ماتشنج بس كده. اتفقنا؟ ده هاو تو تشيك الفيجوال اكيوتي في الطفل لغايه ما يبتدي بقى يوصل للسن يبقى زيه زي الادلت، ودي بقى المرحله المتقدمه من الفيجوال اكيوتي بتاعتنا.